ثانية كده اوريكم حاجة. بصوا انا مبقتش احتاج اعمل تنظيف بشرة عشان بحس ان انا بشرتي نظيفة دايما. الحتت دي يا جماعة اللي هي تي زون بالذات دي اكتر منطقة بتطلع لي فيها نقط سوداء اللي هي اسمها سباشيس فيلمنت او خيوط دهنية، بيبقى تجمع كده من الدهون بتأكسد وبتعمل النقط السوداء دي، فبيبقى شكلها مش لذيذ. وفي ناس بتفتكر ان دي رؤوس سوداء وهي مش رؤوس سوداء. فانا هقول لكم على الروتين اللي انا بمشي عليه علشان ما يطلعليش اصلا الموضوع ده، وطول ما انا ماشية على الروتين هي مش بتظهر اساسا، ولو ظهرت وكانت موجودة بتروح خلال اسبوعين. هما 3 خطوات بس هتكلم عنهم فركزوا معايا فيهم. اول حاجة الدبل كلانزنج اللي هو التنظيف المزدوج، وده ان انا بستخدم اويل كلانزر اللي هو عبارة عن كلانزنج بوم او كلانزنج اويل كده على بشرتي وهي جافة تماما، وبعدين الووتر كلانزر العادي بتاعه. والخطوة دي بتعملوها لو انتوا اصلا كل يوم بتحطوا سان سكرين او ميك اب. لو انتوا شخص مش بيحط سان سكرين او ميك اب فانتوا مش محتاجين دبل كلانزنج، هتغسلوا بشرتكم عادي بالووتر كلانزر. لو انتوا شخص على طول بيستعمل سان سكرين او ميك اب فهتكونوا محتاجين الدبل كلانزنج، بالذات لو انتوا من اصحاب البشره المختلطه او الدهنيه اللي هي اصلا معرضه للسباشيس فيلمنت ان هي تطلع في المنطقه دي كتير قوي. بتستخدموا الاويل كلانزر الاول كده، ده او ده، بصوا اللي هي دي من هارو هارو وندر دي كلانزنج بوم، بتسيحوها كده بين ايديكم، او تستخدموا الاويل كلانزر على طول زي ده من سكين 1004، بتحطوه بين ايديكم وبعدين بتبتدوا تسيحوا بيه الميك اب او حتى السان سكرين لو انتم مش حاطين ميك اب على بشره ناشفه تماما. وتركزوا بقى على المناطق اللي بيظهر لكم فيها النقط السوداء دي او المناطق دهنيه في وشكوا، عاده بيكون التي زون. فهنبتدي ان احنا نعمل مساج كده بحركات دائريه بسيطه وبالراحه، ممكن نلطف على بشرتنا في المنطقه اللي هي بيطلع لنا فيها النقط السوداء دي، نقعد 5 دقايق كده عمالين نعمل مساج زي النقط السوداء الصغيره بتطلع في ايديكم. بصوا هتنبهروا من اللي بيطلع من وشكوا. بعد ما تستخدموا الاويل كلينزر بتبتدوا بقى ان انتوا تشطفوا وشكوا بالميه، هتلاقوا ان هو بيعمل زي ايمولشن كده او حاجه لونها ابيض، وبعدين تستخدموا الووتر كلينزر العادي بتاعه. خطوه تنظيف الوش دي خطوه مهمه جدا، تاني خطوه بجد بتنقذ حياه الانسان اللي بشرته دهنيه بالذات، وهي التقشير. جماعه انا شخص بيعشق التقشير، بحس ان انا مش قادره استغنى عن الاكسفوليشن في الروتين بتاعي، بعمله مره في الاسبوع. الفريكوينسي او تعملوه مره قد ايه ده على حسب المقشر اللي انتوا بتستخدموه، وعلى حسب انتوا احتياج بشرتكم عامل ازاي، وعلى حسب تعود بشرتكم عامل ازاي. بس مينلي خطوه التقشير دي مهمه علشان ما يطلعلكوش النقط السوداء دي. المقشر اللي لازم تدوروا عليه علشان الموضوع ده هو الساليسيليك اسيد، لان هو اللي بيقدر يدوب جوه الدهون ويخلصكم من الموضوع ده. كمان بيبقى زي حاجه بروتكشن اللي هو يعني كمان كوقايه. انا بستعمل اللي هو بتاع الساج ده خطير، يعني انا بستعمله ليا شهرين او اكتر. اولا حجمه كبير قوي فبينفع لوشي وبينفع لو عايزه اقشر اي حاجه في جسمي بس مش سنسيتيف اريا، وبيقعد كتير جدا. بستعمله مره في الاسبوع، والطريقه كامله وريفيو كامل موجود على انستغرام، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت لو حابين تبصوا عليه. التقشير بقى بالذات البي اتش اي او الساليسيليك اسيد بيبقى تحفه في الموضوع ده. انا هوريكم شكل ماي سكين بعد التقشير بيبقى عامل ازاي، بيبقى لايك بيبي فيس، بشرتي ناعمه جدا، وبيفرق جدا في التكتشر سكن لو انتوا الجلد بتاعكم ملمسه بيبقى مش الطف حاجه، بيفرق جدا في الحبوب تحت الجلد كمان. فالتقشير بالنسبه لي بحس ان هو كده حاجه لايف سيفنجر، ان هو كمان بيفتح لو انتوا طلعتوا بقى من المصيف وفي تصبغات اوريدي اتكونت. اكتر حاجه هتساعدكم في انه تشيلوا التصبغات دي هي التقشير، مش لازم تستخدموا ده، بس انا بحكي لكم ايه اللي انا بعمله ومناسب مع بشرتي انا. وانتوا بتختاروا المقشر بتاعكم حاولوا تدوروا على مقشرات مناسبه لنوع بشرتكم، مش اي حاجه وخلاص. تالت خطوه بجد برضو اي بشره دهنيه مش هتقدر تستغنى عنها، او حتى لو كومباين سكن او بشره مختلطه في منطقه التي زون، هي ماسكات التمي. ماسكات التمي دي جماعه حاجه كده اختراع للناس اللي بشرتها دهنيه، والماسك ده انا لسه بجربه جديد من سكن 1004، ماسك تمي وفي نفس الوقت هو استك. يعني بصوا شكله عامل ازاي، انتوا طلعوه كده بتحطوه على وشكوا قمه في السهوله في الاستعمال، بتسيبوه 5 أو 7 دقايق مش بتستنوه حتى ينشف، وبعدين تشوفوا وشكوا بالميه بتلاقوا وشكوا نظيف تماما من كل الحاجات بقى اللي هي نقط السوداء، تلاقي افرازات الدهنيه الجديده راحت. في حاجات كتير الناس بتستعملها بس بتلهب وشها، فماسكات التمي بقى بتقدر تنضف لك كل البورز وتنضف لك وشك كله وتشيل كل الاكسس اويل من بشرتك من غير ما تعمل لك التهابات، والنوع ده جنتل جدا جدا. برده من الماسكات اللي انا بحبها ماسك التمي بتاع استك اللي هو هندي، بس هو قوي قوي وعايز بشره دهنيه قوي لان هو بينشف قوي. بحب بقى اكتر واحد جنتل جربته هو اللي هو بتاع بيوتي جوزن، هحط لكم هنا صورته، مش قادره اقوم اجيبه من ورايا. كتير للناس اللي بشرتها سنسيتيف سكن وعايزه حاجه كده تشيل الاكسس اويل من وشها وتنضف وشها كمان كمان وما تعملهاش اي التهاب او تنشف وشها. بس كده يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبجد جربوا الثلاث خطوات دول في الروتين. وعندكم اي اسئله ديتيلد اكتر سيبوها لي تحت في الكومنتس. باي باي.